إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة، عادني الله منها وإياكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. انت كقدال ولا ليال وحن هل كان كبلا بينا درسي عن أصوح لي نفتا إذا إيوه نفتا ولا لها مسلمين تا أفكا عن كوهد لا إيوه فهميسه أدون كان الدرا في يدي سكالي تشوكته درسي قاس وحانو بحيني دين بدافك الله سبحانه وتعالى قيمها ونولشي إن كله يهي إيا أسبابها لغوها لو دين بدافك الله سبحانه وتعالى إيا عماشا للي مادو سي الله ونوغو دين بدافه وإلهي سبحانه وتعالى أينوها لو اللي بانتي سأدونك إيا اللي بانتي سآخره. لذلك وحا أن درسي نفتي دي أن فيه نبا أوصح لي ظروف تأن كسوغا نمانتا وظروف آدي آدو آدك مسلمين تو ظروف تي مريان وظروف آدك وظروف أي أباحن يهين إن إلهي سبحانه وتعالى أي مغان غلان إساق الدم بردافو يدستا أمات كستا أو امتحان أو قبصده وحيكيك قوليستا مصائبك إيو حيابها أدونك كدعاية إلهي سبحانه وتعالى خالق وذا أبوري رحيم كودا إله عرشيك صوبان إسكالي أدونك إسابو إسكالي إني مغنقلان أمضيه لغا صوب الله النبي الله آدم عليه الصلاة والسلام إلى أمدين النبي محمد أمضك استابا مركي دبلا كولانت أو مصيبة أي كرد عضو وحي يقول لا بنشرين إله هو ذا أبو ري سبحانه وتعالى إنقونا الداء بيقاس ومضيه هراء أي إلهي دي بيقول لا بنشرين وكا أي مصيبة كرد عضو أي يد مسلمين تمان توحى لقود بون لقضي دونان بها كوها اللاني إني إلهي أولا بتان سي دلقة إيا ربكة إيا عدو الرضا إيا قحونتقة إيا امتحانك يا أقوان درادة يا استيلك مسلمين تو أي استيليان يا قلوب تو ده أو لسكو قراعي يا شيدان أو كقوليستي يا وحي أي لهايان أو أمدكرا يا قالو أي كقادي يا أقوان تي أو كعين وريكتي أو إسكو صابحان داد و جهل يورورا يا مصيبو كوريغا يا قرادة أي وفردو وحا حبون إني إلهي سبحانه وتعالى أي دب والله أبطان إلهي دم برداف أي أوهي ديستان سبحانه وتعالى سداد رادد وحنو قاندو أنه دروستان مسلسل كا انتي إلهي نغا قارسية سبحانه وتعالى وحنو قاندو أنه حالك قرى يفرح قرى أي نمان تهي سنة إن أي تهي إن إلهي دب والله بانو أساق دم برداف ويديسانو نلوشي أنه وحكا بدلو إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قوم إلهي ما بدلو وهذه حالة حنك جيران حالة ونكسن إلهي أقو ما بدلو إلا إيو أنت حالة دي حميد كتغان إله الله أبطان إساقنا إلهي سبحانه وتعالى أقو بدليا وحالة ونكسن أيو بدليا سبحانه وتعالى. لذلك وأرن آذي آدمهما مركا أوقفك لباتي سيهي وحويان الباب كالقراعا إيه إله كافر يا
وألبابك إلهي وقرأ. ماها ألبابك مخلوقة، ماها ألبابك شهودة، ماها ألبابك شبهاتك، وألبابك الله سبحانه وتعالى. وما دي هوري تد بدن أو دبات كل عضي أيا إلهي وحوت المامي إني إله دم بالله في الدستان سيو ألعون حريسته سبحانه وتعالى. لكن إلهي موافجين، إلهي موافجين قوم كاو حاكم ذا ربني إسرائيل نمن يعني هي حوق ووينا أي عدل كي مقدسات كاي دقنعين حوق كاقاضي سيدا ما أنت مسلمين تؤدون كقحون تقون يهين أي مسلمين تؤدوا اللوبين حاجة مادية اعتقاد كإيو إيمان كمسلمين تؤدى أن تؤدون كمجوكتو. لكن يعني هي ظاهرهان عافي ماضهان أقوناهان دقالاهان هذا بلوش شرفهان ما أنت وين وداو عنها ساسو كلي وداو عمين إلي إلهي منهج كيسي ودور تربنا إسرائيل بكل حدن سينو نوا ما أنت وقال لحن أودي واتدو مركا أي إنو هي ستو مركا سا إلهي ولت لي وحلويل وإذ قلنا أدخلوا هذه القرية وحنو كنري لي أن بيدو دي يدو الله وحيونا أيو قال مقالة وبيت المقدس عريحا فكلوا منها حيث شئت مرقضة يعني عدوك كقاضة ماشا ربطان وحضون تنكعنا وادخلوا الباب سجد أباليل الباب كيدا وين إيا ودادا الله صامره كقال أباليل ومقالة بيت المقدس وقولوا وحاتر هذا حطة وحاتر هذا يعني هي أمر كيجو إله هو الدم الدافع أنه كويدي سنين لها محو إلهي أبالان قاضي هذا سايشان نغفر لكم خطاياكم وحانو يدين دافي باليل ذنوبتي يا هروق الشان وسنزيد المحسنين كو إيجو إحسان بدن لي مادة إي عبادي استئي ترتمه كو أنا وحن مارت أزياد يعني محسنين تا زيادة أيان أزياد وسنزيد المحسنين أريما هاس إلهي وحير مركي لقي إيجاي إن يدل لك كبحان إلهي وحوش شقيق قفصدان قوش هلان إلهي وحير فبدل الذين ظلموا غولا غير الذي قيل لهم وحي كبدلين بالي كوي الظلمي اي مركي هرب يقو دلو الهي يعني هي كمطي او يقو اهل الحق حقي كل احد وحي كبدلين هذا الكي اللي يدي هذا الان اهين هذا الكي اللي يدور الهي الباب كي سقراع او مقالة قلع او نبي جينا اضيع او قوشة اللي يدين سيجا انت يعني مديكو قبطة وحي كبدلين هذا الكي كدوان هذا الكدوان أيه مرتي كبدلين بالين أوه سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى أمر كيسي أي قوش كهلين ويعاسين ويديدين لذلك بقى إلهي وحكيري أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار نعوذ بالله كواسي بالي لوحي أهاين كوا بعدي ذي انتي سوقاتين هنون كي سوق جيو اسكا قضي انتي عذاب سوقاتين مغفرة دي يدن بالداف كي ألا السيينة اسكا قضي او توري إلهي وحيدي وعجائب فما أصبرهم على النار ور يعنيه محاكاقا صبر بدن باليدي نمان كاسي الدونك يا آخربا إني النار كو صبران والعياذ بالله إنك قرآن كمحا آيات كلي نوسي محا ريباني إسرائيل لوغا قصانايا كوي حقا كرب مري يغو تشبي هل كي كقوليسان لهاين محالي نوشيغيا إنينا يغو كالنقن قرآن كو اسكامو إيمان. لذلك من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال وحي لأبو هريرة قال رسول كو وحي نقول صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ريباني إسرائيل با وحا لغيري أدخلوا الباب السجدة ورقلا وعدو غها كبقننا يعني راع نبيجينا الباب كان يدينكو سجود سن وإلهي أضيع سن كقلب ليل وقولوا حطة وحانت لهذا أمر كيقو حوي أي أمرنا حطة إلهو أمر كيقو وأدن بالدافع أنه كويدي سنة إنه أدن بيقان نقفته رسول كوحيلي فبدلوا أرنتي وي بدلين وفدخلوا مرتي يسحفون على مرتي أسطاهم يجو أضبط كوسقاية
halkay sujuud iyo khuduuc iyo rukuuc kaga geli lahaayeen iyo cibaado ilaahay, waxaa la yidhi barida ayay dhulka maaratay dabada ku sataan. Wa qaaluu waxay yidhaahdeen xabatun maaratay fi shacr, amarka iyagu waxay yidhahdeen waxa weeye halkay dambidhaaf alla ka weydiisan lahaayeen hadalkii intay ilaahay bedeleen oy tahakum iyo cayaayir ay la yimaadeen baa waxay yidhahdeen waxaanu arrinka iyagu iyo ilaahay ku weydiisanayna xabad shaciira. Xadiiskaas saxiixka ayuu ku yaalla. Lidalik muslimiinta maanta markasta oo ilaahay uu sidii reer bani israa'iil guusha ugu baaqo meel kale ka daydeeyaan, waxay ka daydeeyaan inay ibliiska raalli geliyaan, shaydaanka raalli geliyaan, yacnihi dadka diintooda maanta neceb ee doonaya in la diintu waa maarata waa takhaluf ee iska tuura inay ku raalli geliyaan. Way sii jabayaan muslimiintu, way sii baaba'ayaan, leanna waa dad alla doortay oo ahluliimaana. Hadday gaalo noqon lahaayeen waxaa laga yaabaa in ilaahay istidraaj waxoogaa adduunka siin lahaa. Gaaladu adduunka maanta waxay haysato, ilaahay wuxuu yidhi sanastadriju min xaytu laa yaclamuun, waxaanu kaga soo wareegaynaa meelaanay garanayn. Wa umlii lahum, waanu u seeta dheeraynana ina kaydii matiin. Waxa maanta waxoogaaga adduyadu gaaladu haysato ee ay gaalnimo isugu baxeen, ha u qaadanin in ilaahay subxaana wa tacaala uu iyagu adduunkan maaragtay ay yeesheen. ilaahay waxa weyaan waa loo seeta dheeraynaya, waa la sabaansabaya. Lidaalika qofka muslimka ahluliimaanka inuu dariiqa gaalada maro isagoo ahluliimaana waxa weyaan waa wuxuu ku khaldanyay, waa manhajkii ilaahay uu bedelay. Wakadalik min xadiis abi muusa alashcari radi allahu canhu, cabdillaahi bnu qays wuxuu leeyahay nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu alayi wasalam, qaala yajiu yowma alqiyaama, maalinta qiyaame waxaa imanaya naasun yacnihi min almuslimiin, qiyaamaha waxaa la keenayaa dad muslimiinta ka mid a. maxay la imanayaan? Bidunuubin amthaali aljibaal, dunuub bay la iman doonaan buuraha laaleeg. Oo fayakfiruha allahu maarata fayakfiruha allah, ilaahay baa u dembi dhaafi doona dunuubta buuraha lee ka dhaafi doona. Wayadacuhaa cala alyahuudi waannasaara, waxa yacnihi dembigaa qaadan doona yahuud iyo nasaare iyo ciddii xaqa ilaahay diiday oo gaal ah. Xadiiska imaam muslim baa wariyey. Taa macnaheedu waxa weeye qur'aanka wadaalika yowma taqaabun, ilaahay waa ka yidhi maalintaasi waa maalinta laysdhexal wareejinayo. Rasuulka axaadiis baa ka sugan aayaadka qur'aanka uu rasuulku ku fasiray sala allahu aleyh wasalam. Maalinta qiyaame qofka muuminka ahi laba goobood buu leeyahy, goob jannada ayuu ku leeyahy, goobna naarta ayuu ku leeyahay. Qof kasta oo gaala ama munaafiqa ama mushriga goob buu jannada ku leeyahay, goobna naarta ayuu ku leeyahay. Waa qof kastoo ilaahay abuuray subxaana wa tacaala. Laakiin maalinta qiyaame ilaahay dadka muuminiinta ah ee ilaahay uu ka toobad aqbalo, ee ilaahay dunuubta uu ka dhaafo, iyagu ee jannadii goobtay ku lahaayeen gala waxay dhexal wareejinayaan goobihii gaaladu ay jannada ku lahaayeen muslimiinta qaadanaysa. Goobihii muslimiintu ay ku lahaayeen ilaa nabiyullaahi aadam ilaa qiyaama saaca, jannada gaala ay ku lahaayeen naartana nimankii ahlu naarka habaa isku darsanaya. Waa sababta loo leeyahay yacnihi dunuubtii laga dhaafay ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta uu ka dhaafay waxaa xambaaranaya kuwii iyagu xaqa diiday, ka dhega adeegay, ilaahay manhajkiisa la goynaayey, adduunka fasahaadiyey shubho iyo ictiqaad iyo iimaan xumo iyo macaasi iyo bonografik iyo qawanaan iyo diin la-aan iyo ribo iyo xumaan kuwii adduunka ka buuxiyey ee xalaashaday ee xumaanta adduunka isugu baxay ayaa maaratay xambaaran doona walciyaadu billaah. Lidaalik ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa cibaadii innakum tukhdi'uuna billeyli waannahaar, ilaahay wuu inoo digaya, wuxuu leeyahy ilaahay addoommadaydow innakum tukhdi'uuna billeyli waannahaar, war addoommadaydu waa gefaysaan habeen iyo maalin. Waana akfiru dunuuba jamiica, aniguna dunuubtoo dhan waan dhaafa. Ee fastakfiruunii, i dembi dhaaf aniga i weydiista, fastakfiruunii akfir lakum, anaa idiin dembi dhaafaya. Xadiiskaas imaam muslim baa wariyey min xadiisi maaratay abaadar. Lidaalika walaalayaal, ilaahayna barakeeyo, adduunka lama manhaj baa jira. Manhajka rabbaaniga ah
iyo manhajka shaydaanka. Manhajka shaydaanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu doonayaa inaynu raacno manhajka ilaahay, dariiqa ilaahay, wadada jannada. Ilaahay yidhi waana hadaa siraadii mustaqiiman fattabicuuhu, jidkaygu waa kaa toosana raaca. Walaa tattabicu subula, raacina daruuqyada shaydaanka. Ilaa 27 dariiq ayaa shaydaanku taagan yahay ummadda nebi maxamed, waana 37 dariiq. Dariiqa weyn jannada ayuu galaa, 60 dariiq baa xaggaa ka xiga dariiqa weyn ee jannada, 60 dariiqna xaggaasay ka xigaan dariiqa jannada, 60 ayaa halkaa taagan shayaadiina, 60 oo shayaadiin xaggaasay taagan yihiin. Lidaalika baa ilaahay wuxuu yidhi ashaydaanu yacidukum alfaqr, shaydaanku wuxuu idin yaboohayaa inaad noqonaysaan faqro haddaydan manhajka gaalada raacin. Wayaamurukum bilfaxshaa, wuxuu idin amrayaa inaad faaxisho samaysaan, gabdhihiinu maryaha tuuraan, raggu ragga ay ku mashquulaan. لكن إلهي وحيدي والله يعيدكم مغفرة, إلهي وحيدين يبوهيا دم بداف منه إساق كأهاضي, وفضلا يديراد ويدين سيو, والله إلهي واسع علي, إله رحمة ديسة إيو وحوهي ساعي واسع تهي وعلم بدنوي. مين نسخو دور سنكرا ودد إبليسك, إبليسك إنو غيرايا دريق خستا إمام بخاري وكو كينيا كتاب كيسا بخاري وحليه يا رسولك صلى الله عليه وسلم أولئك دعاة على أبواب جهنم, كواسي ودعاة يا شيادين تاغن الباب دا جهنم, من أطاع قذفوا فيها, كي أضيع ويكتو ريان, كي أضيع ويكتو ريان إسك الراعة. لذلك إلهي وحيدي ولا إن قتلتم في سبيل الله, هل كا إبليسك كالراعيسان أما شيطانك كالراعيسان أما الشبهاتك يمع معانك دونك كالراعيسان أما اعتقادك إنه قال الله عليك الراعيسة وشيدانك دون أيين المرن هبابيو, ولا إن قتلتم في سبيل الله, إن إلهي تتكي سليدون كل أيو أو دين تواد كيستان أو متهم أما يعني هي أكو جريوتان إذن كو حق كسيغن أيام حان كورا مارتي لمغفرة من الله أكو هي ليسان إلهي دين بالداف كيسة يو رحمة رحمة دو خير لدين كخير بدن مما يجمعون الدونك قال لماذا يسوق بحي ee xoolaha gaalnimada ku urursanaya, ee manhajka gaalnimada ku dhaqmaya, ee doonaya ilaahay inay ka xoroobaan, ilaahay cibaadadiisa ka xoroobaan, taas baa idinka fiican baa leeyahay. Walaa in qutiltum fii sabiilillaahi aw mutum, war ina ilaahay jidkiisa laydinku laayo oo diinta aan laydinka fidnaynin, ama ilaahay diintiisa aa ku dhimataan idinkoo gaajoona, idinkoo dhibaataysan, idinkoo dar ilaahay laydinku colaadiyey. Haa, maxaa helaysan? لا مغفرة من الله ورحمة, إلهي دم بالله في كيسة إيه رحمة دي سبا خير إذن كخير بدن مما يجمعون وحيدتك أرسنا يا. لذلك راحضوا ولا ما هدبق يدن نعدع, راحضوا ما هفاشنك, راحضوا ما هإسقاوينت, راحضوا ما هالربضة, راحضوا ما ها إن الدين تله اللعلود, راحضوا ما ها ورك الشيطان كوينو كل التصناد ورك إلهي نينو كل قلعض حالي. يعني هي اللايف كوحا كتشري ويلا الصوماليات أو مقعي الله بحي أولا, يعني هم مسلمين تو انت اي آمسان تهي جنية نارين يجران قوليسان مايا جنية ناري بما جرت عشيدان مجر إله وحليلا مجر وويلة الصوماليات وقلك الصوماليات كل شيء ومسلمين هانجري. لذلك وحي رمودين يعني مارتين عند سعرات كالشيطان يقال هذا اي رمودين إلهي وحليه كل مارتي كل يوم هو في شأن مالين كست إلهي شأن يا أمور بكسوية هاي إلهي بعيد والبكور هيا تاساني وروه هاي. أبو ذر الغفاري الله أكبر سيدا ومحانكو لهذا مارتي يعني هي قال أبو ذر مارتي قال أبو ذر ذادي صحابي قال له مارتي رضي الله عنه هاي أي وحودي مارتي يغفر مارتي ذنبا ويكشف ما حانكو لهذا مارتي أنا يسوى فسرة يا آيات كل يوم هو في شأن يسوى فسرة يا مالين كسأل له وحو كسوان يهن أمور أيا أبو الدرداء وحو يدي يغفر ذنبا ذنب قودافيا ويكشف كربا مد باتيسا أو تهريب بد برتن كيدا كجرا أيها دودون بدبادين يا ويرفع قوما غار يعني هي هوسيي أو إلهي أطوبت كانيبو كريالي ويضع الآخرين غار يغو توسنان شري منهجكي إلهي وددي سيكال لحظينا إلهي ودلين يا أبو. إمام بخاري بصوص عري أسكاه
asrka yani tafsiirka aayadaas uu saxaabigaas ku fasiray cid qur-aanka fasirtana saxaabada ayaa ugu mudan maxaa yeelay waa ardaydii rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam iyagaa ugu mudan cid la raaco lidalika walaalayaal ilaahay wuxuu ina baray iyo rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam yacnihi saalixiinta iyo dadka wanaagsani sidii ay ilaahay dembi dhaafka weydiisan lahaayeen ilaahay baa ina baray. waxaa ka mid ah famin xadiisi shadaad ibni aws saxaabiga la odhan jiray radia allahu canhum isagi iyo aabiiba alla raali ka ahdee nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka wariyey qaala rasuulku wuxuu yidhi sayidu listikfaar hogaamiyaha ilaahay dembi dhaaf la weydiistaa qofka muuminka ay la doonayo inuu bartaa waxa weeye an taquula inaad qof iyo u tidhaahdaa allaahuma anta rabbi ilaahayow adigu waxaad tahay rabbigay laa ilaaha ilaa ant macbuud cibaado iskale xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane khalaqtani ilaahow waad i abuurtay wa anaa cabduk addoonkaagii baan ahay iyo addoontaadii wa anaa calaa cahdik waxaan ku suganahay anoo dadaalaya ballantii aad ila gashay ee ah inaan ku caabudo wa wacdik yacnihi wacadkii aad iga qaaday ayaan allow ku suganahay ma stadact intaan awoodo ila waa bashar qofku wuu gefayaa acuudu bika min shari maa sanact ilaahow mar walba waxaan kaamangelayaa sharka aan sameeyo maxaa yeelay ina nafsa la amaaratan bisuu naftu mar walba waxay u janjeedhaa inay xumaan samayso shahwo iyo shubha inay ku dhacdo abuu laka binicmatik ilaahow waxaan kuu qiranayaa nicmooyinkaaga calaya aad igu siisay iyo galladda aad guudkayga hubisay wa abuu laka yallow waxaan kuu qiranayaa bidembi dunuubtan kaa galay fakfirli ilaahow ii dhaaf maxaa yeelay fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant adiga mooyaane ilaahow cid dunuubta dhaaftaa ma jirto addoonkii taas buu qiranayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi balu fiirsada walaalayaal kunuusta jannada balu fiirsada wuxuu ilaahay ina barayay rasuulkiisu balu fiirsada sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulku waman qaalahaa min annahaar ninkay yidhaahda axadka yidhaahda maalinnimadii ama subixii muuqinan biha isagoo rumaysan inuu ilaahay sidaa intuu la hadlo alla dembiga u dhaafaayo oo famaata min yowmih markii subixii uu yidhi maalinnimadiisaa dhinta qabla an yumsiya intaanu galabaysan dhinta fahuwa min ahli ljanna wuxuu noqonayaa ahluljanna ayuu noqonayaa waman qaalaha axadka yidhaahda hadalkaas sayidu listikfaar min alleyli habeenkii qofka yidhaahda waa subix marka yani gabalku uu dhaco ama casarkii wahuwa muuqinun biha isagoo rumaysan famaata geeriyooda habeennimadiisii qabla an yusbix intaanu waabariisan oo yanihi aanay maalin noqon fahuwa kaasina min ahli ljanna ahli janna ayuu maraya ayuu noqonaya haddaba la fiirso sayidu listikfaar waxay ka mid tahay cibaadooyinka waaweyn ilaahay na siiyey waxaa jirta adkaar iyo dikri la akhriyo galabtii iyo subaxii adkaarta galabtii iyo subaxii la akhriyo sayidu listikfaar baa ka mid a kutub aladkaar baad ka helaysaa waa beyco iyo ballanaad ilaahay habeen walba la gelayso subax walbana la gelayso inaad tidhaahdo allaahuma anta rabbi allaahuma anta rabbi allaahuma anta rabbi khalaqtani waanaa cabduk waanaa cabduk wa anaa calaa cahdi wa wacdik ma stadactu acuudu bika bisharri maa sanactu abuu laka binicmatii calay wa abuu bidembi fakfir li fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta yani intaas maxay kugu qaadanaysaa inaad subax walba iyo galab walba aad ku darto adkaartaada. xadiiskuna waa saxiix, imaam albukhaari baa soo saaray. qofka rumaysan ee ilaah saa ula khidaaba waxaa la yidhi hadduu maalintii dhinto ahlujanna ayuu noqonaya, ilaahayna dembigiisa wuu u dhaafaya. hadduu habeenkii dhintana ahlujanna ayuu noqonaya, ilaahayna dembigiisa wuu u dhaafaya. lidaalika walaalayaal, dunuub maxaan ku dhahdaa waxyaabaha dunuubta ilaahay inagaga hoobinayo duruustan musalsalka intii ilaahay inaga awoodsiiyo oo maanta uu darsigii koowaadkan yahay. ilaahay wuxuu ina siiyey fadaa'il qur-aanka iyo sunnada, waxa ku sugan ee ilaahay albaabadiisa aynu ku garaaci karo wax lasoo koobi kara maaha. rabbi wuxuu leeyahay qaala rabbanaa dalamnaa anfusana aabbaheen xawa iyo yacni aabbaheen aadam iyo hooyadan xawa
markii ay dembaabeen shaydaanku inta uu jannada ugu yimi uu khiyaameeyey, ee ay geydkii cunaan, ee cawradoodu faydantay, ee ilaahay ay dembiga ka galaan, markiiba way sogaadeen. Shaydaan isagu naxariistii alluu ka quustay gaalnimadiisiiba kusii madaxa dayga, ilaahayna uma toobad keenin. Laakiin iyagu markiiba way toobad keeneen oo qaala waxay dhahdeen, rabbanaa yaa rabbanaa dalamnaa anfusana, ilaaw naftayadii baanu dulminay. Ili markaad dembi gasho ilaah waxba ku yeeli maysid, naftaadaa dulmiyeysa. Wa in lam takfir lanaa watarxamna, ilaaw haddaanad noo naxariisan oo noo dembi dhaafin, lanakuunanna waxaanu ahaanaynaa min alkhaasiriin, kuwa khasaaray, ee khasaaraha ay ku dhaceen uu yahay mid la hubo. Oo macnaha lanakuunadaa keenaysa maaragtay in yacni ay xeeldheeri arrintu toy maaratay tikraar uu ku jiro iyo celcelin. Ilaahay wuxuu inoo sheegayaa akhlaaqday la yimaadeen. Qaala rabbi innii acuudu bika an asalaka maa laysa la bihi cilm. Nabiyullaahi nuux sidoo kale wiilkiisii uu jeclaa in ilaahay u badbaadiyo markuu alle ka baryey waxa uu yidhi, ee ilaahayna yidhi, innahu camalu gayru saalix, wiilkaagu waa camal aan saalix ahayn. Qaala rabbi innii acuudu bika an asalaka maa laysa bihi ma laysa lii bihi cilm. Ilaahow waxaan ka magangelaya inaan ku weydiiyo rabbiyo waxaanan aqoon lahayn. Wa ilaa takfir li, ilaahu haddaanadii dembi dhaafin. Wa nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam, allow haddaanadii dembi dhaafin. Oo watarxamnii aanadii naxariisan, akun waxaan noqonaya min alkhaasiriina, kuwa hogay. Ilaahay mar kale muminiin kale dad kale oo ay ka hoostay buu inoo sheegaya, walamaa suqida fii aydiih, nimanka markay ka hoostay baa layidhi, waa kow waraa'ow annahum qad dallu, way ogaadeen inay dariiqii xaqaha ka ambadeen. Maxay sameeyeen? ilaahay bay usoo laabteen oo qaal waxay yidhahdeen, lain lam yarxamnaa rabbuna, war haddii alla aanu noo naxariisan, wayakfir lana, aanu alla noo dembi dhaafin, lanakuunanna waxaanu noqonayna min alkhaasiriin. yaa maanta inooga baahi badan aayaadkan, miyaanay inaga hoosin, miyaynaan dulloobin, miyaynaan diinteennii gadin, miyaynaan dhulkoodii ka hijroon, miyaan maalkeennii ummada kala qaadan, miyaynaan aqoontii lumin, miyaan waqtigii naga lumin, cibaadadii miyaynaan ka tegin, miyaynaan horumarkii ka tegin, miyaynaan maanta ahayn ummad dadka ka yacsuban oo marka la xasuusto lagu yaqaano khilaaf iyo dil iyo maxaan ku dhaha khawaarijnimo iyo masiibo iyo qarax iyo qaxar iyo khalkhal iyo maxaan ku dhahdaa kulan aanay ku kulansanayn xaqa iyo imaatin aanay isugu imanaynin danahooda caamka. Miyaanad arkaynin in laba qof oo muslima, laba gobol oo muslima, laba dowlad oo muslima, laba qaaradood oo muslimi inaanay waxba isugu imanaynin? walamaa suqida fii aydiihim, markay arrintu ka hoostay oo dhulka ay kaga dhacday oo ay arkeen waraa'ow annahum qad dallu, inay lumeen oo ambadeen, qaaluu waxay yidhaahdeen, miyaanay taa aynaan mudnayn, lain lam yarxamnaa rabbuna, haddaan rabbiyo noo naxariisan rabbigayo, wayakfir lana, noo dembi dhaafin, lanakuunanna waxaanu noqonaynaa min alkhaasiriin. Suuratul Caraaf. Allahu akbar. Mar kale ilaahay isagoo ina baraaya, rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beyti mu'mina, nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam, ilaw ii dembi dhaaf uu yidhi, labadeeda waalidna u dembi dhaaf. Waa kow waliman dakhala beyti mu'minan, mu'miniinta wixii gurigeyga galana ilaahu ii dembi dhaaf uu yidhi, walmu'minaat, dumarka mu'minaadka, walaa tazidi aldaalimiina ilaa tabaara, kuwa daalimiinta ee xaqa neceb ee shaydaanka u hiilinaya ee ka mid ah axzaabta maxaan ku dhahdaa naarta iyo asxaabta bidixda, ilaahu kuwaas, walaa tazidi aldaalimiina, daalimiinta ilaahu hau ziyaadin ilaa tabaara, hoog mooyaane. Qofku inuu mu'miniinta jecel yahay, ilaahay jecel yahay, malaa'igta jecel yahay, raxmaddiisa jecel yahay, ka beri yahay shaydaanka iyo cawaantiisa diinta ayay ka mid tahay. Maanta waxaa laynagu qasbayaa in baadilka aynu raacno, baadilka aynan maxaan ku dhaha ka beri noqon, yacnihi diinta maaratay baadilka aynan sheegin, ambiyadu say u sheegtay. ilaahay maaratay rabbana ikfir lii wali waalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu lxisaab, buu nabiyullaahi ibraahim isna yidhi, suuratu ibraahim. ilow ii dembi dhaaf, ilow labadeeda waalid u dembi dhaaf, ilow mu'miniinta u dembi dhaaf, goorma? yowma yaquumu lxisaab, maalinta xisaabtu taagan tahay. ilaahay waladii adcamu maaratay waladii admacu leh waladii admacu an yakfira lii khadiiati yowma addiin, nabiyullaahi maaratay ilaahow ilaahay wuxuu yidhi, waladii ilaahay weeye, admacu aan damaacisanahay, an yakfira lii khadiiati, inuu gefkayga dhaafo, goorma? yowma addiin, maalinta qiyaame ee la isxisaabinayo. nabiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi rabbigii, qaala rabbi
اغفر لي ولي أخي إله أني قيدنا مدافية ولا الكي هارون وادخلنا في رحمتك إله نحريست هذا نجلي يسقوا هل جن كل جرة نمن كي فراعنا دي يربني إسرائيل أو أندامين أو يعني أقونت هيك هوستي وأنت أرحم الراحمين أنت نحريست إله ودور نحريس بدن. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي وحد المية نفتي يدن بالدافع فغفر الله ربي وأدن بالدافع إنه هو الغفور الرحيم ودعبي بي صالحين تأي مؤمنين تأي أنبياء رضوان الله عليهم نبي الله سليمان باوحي لي قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا إله يدن بالدافع يسيب وهب لي ملكا يعني همدا مؤمنين تأي أنبياء عجائب الله دمدافو الله ويدسنايا وحكلو ويدسنايا إلهي ما دام واسع الكرم يهي وح يعني هي ماركتي قفك قلبك تشمل له أما أن قنا عدل هين أنو إلهي محمد كدوني كريم بويدسنايا إلا قناع عليه وقلبك إيسا يا سرايا نبي الله سليمان وحو يلي قال ربي اغفر لي إله ذنوبتي قد عفو وليبا أدون كاجبان هاي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وليبا واحد السيسا ملكي ما انت اللي قبل ابو انا انت من عيد قدام بيسا انك انت الوهاب وامانه يا الهي محايا لي الله واحد تهي كدخس جاء اي وحو دونه هيبيا والنبي الله الهي وسي حديث الساحين كي سنن كي مساندي معجنته كسوان رسولك هبين با وحو قبتي ابليس اللعين او محان قرا دمارته ابليسكو أعوان بولي عرش جيس وابدا لكن أعوان بصادرتا شين كي ينسو بي كمدهين مركب ميد كوي مدى حاد كاي جنود ده هاي إبليس كو وكوش غيسين شريب الرسول كو قبطي صلى الله عليه وسلم مركب ساوحو دم عينو تير كمساجك كحرو سي عرور تري مديني أي أدى ودان صبحي أي أدى وافان إلى هاي وتصو مركب ساوحان حسوتي بول ولال كي جي سليمان عليه الصلاة والسلام أي إلهي كبر يي وهب لي ملكا لا ينبقي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب محايا لي جنود محان رأي الشياطين تا إلهي وحي سلسلة دي ولود اللي ملكي نبي الله سليمان ملكي نبي الله سليمان نبي جينا محمد بلوف صلى الله عليه وسلم نبي جينا إيو دم بدافك ألا ويستاسبس كو هاي محو قرآن كو الله أكبر نبي جا وحا الله شاقي صلى الله عليه وسلم سيدا عن بيدي إيو صالحين تيسي كهرسي إلهي وإدبيي أفكي إلهي كوي دي سنة وحنا الله بري أيا وحا النبي قال لقوي دي وحا هذا اللهم اغفر لي إله إدن بداف وارحمني إله إن حريصه وألحقني إله وحدي هلشيسا بالرفيق الأحلى ودعاده كدعا يستيق دقيقة دي وعايشة رسول كل نبتي سجيفي إلهي أفسني سبحانه وتعالى أي تري وحا النبي قال لقوي أفسدي بين حاقنتي وذاغنتي لابتي ذا إيو محان كورا قرد لفات كي قرد حدو ذا أيا اللو أفصل دعا سو أخري اللهم اغفر لي ورحمني والحقني بالرفيع العلا إله إن حريص إدن بالداف أو إن حريص أو إله وحد إهالي شيسا أو إقابت سيسا رفيق سارة إن الله رفيقه كو سارة وإله مرتي إيو ملائكة إيو ضدكي صالحين تهي عن بيدي مرتي ليلة الإسراء والمعراج وكسي مري سماوي كسارة لذلك رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي أمدي سوح ويدي دم بالداف وسببته وها مثل حمد بدن أم حولي اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي نبي صلى الله عليه وسلم هبين كي سقو أويا أيا وحولي إله أمدي ذو دم بالداف إله أمدي ذو دم بالداف سيدة إمام مسلم يمرتي أي أصحاب تكلم رسولك كوريا صلى الله عليه وسلم نبي وحلويلي وحل برئين إلى هذا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سورة المؤمن مؤمنون واحد كتر على النبي الله محمد بالي وقل رب واحد ترى هذا ربي يو ومرت وقل ربي أي يا ربي ربي يو اغفر إله إذا بالدافع وارحم وأنت خير الراحمين أدقو حتى أنت يعني إن حريستها إيه الحمد لله أي واسعتها هاي يعني هو هو نكسن باتها وأنت خير الراحمين أدعو خير بعض الراحمين تا سيدس بالنبي قال لي إلهي وحكولي فاصبر إن وعد الله حق همود إن ربك إن وعينه هيسنو كليجر إنه ما انتهيسنو أم بيدل دبي صامرة تتك صالحين تدبي صامرة حق ونار وحلي بيقول لي
فاصبر بقى للصبر إن وعد الله حق إلهي وعد كيس إيا بلنتي سوا حق إن جندا ومكان كين يا ماشا كسعو تانيه واستغفر لذنبك بقى نبقى الويب دمي داف ألا ويديسو وصبح بحمد ربك إلهي مرو البو تسبيح سو سي عليسكو كاغا يرادو قلبي كاغو أسمادو إيمان كاغو كورو نقضو قال هذا عدو قصبرتو بلا عشية والي الوليبا قال إن دنباتك تسبيح سبالين والإبكار هي صبح أذكرت الصبح هي مساقة كده ذا البالين لبضى وقت سي عليس آنو كوفولين وحنبي قال لقويني فاعلم وحادو يعتبرين أنه لا إله إلا الله إلى حق الوعى ودينا المتشرين قول قراعة قول قد عالق قدن بايا قول قوي ديستا إلا الله إلهي موياني وهكو مركا تاوغاتو واستغفر لذنبك يعني ميالك دعي ذا إلهي إنو كادا فوي ديسو وللمؤمنين مؤمنين تدمر دا فلوي دي والمؤمنات قبلها مؤمنات كانت دمر دا فلوي دي والله يعلم وحليدي ألا وحوقيهاي متغلبكم يو يعني هي قد قدون كينا يو مثواكم ماشا آخر كينا أكدنا بين إنسان قفل با إنو جنة قلاي النار قلاي بو ألا أوجي بالي سبحانه وتعالى مركا إد وحول بأوج إن الباب كيدا لقراعو مرتي الله نقضو ليسو بهم بهيو ليسو ججبيو أيا مضان أبو هريرة وحو كوري رسولك وحليه سمعتو حان كما قلي رسولك صلى الله عليه وسلم يقول سقوا لرسولك والله والنبي الله محمد بل هذا حديث كان دقيست لقاها آدي وفرة والله إني لا أستغفر الله إلهي من كل أرتي رسولك وحيد أنا أقول عن إلهي دم الدافو إديستا وأتوب إليه وأنا طوبتك أنا أصول لابتا في اليوم ما لين كستا في اليوم ما لين تي كستا وأنا الله أكثر من 70 مرة وحكى بدن تطبعات تنشر أي نبي توبتك يا نشر مين أنت إنه كم ضن إمام أبو خاري بعرفت عن سكالة وعن الأقر المزني صحابي رضي الله عنه وحيلي قال رسول كوحي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي قلبي جيجا أي الله أسلين يا بود محايا لي نبي هدي قلبي جيسو إن يرد إلهي ذكري سكفى رقه وأصلانا يا وكذلك مؤمنين تواسدا هو جم مؤمنك الرسم جاه وحويان وقلب جيس إنه إلهي ذكر جيس كل ما يهي إنه لا يغان على قلبي قلبي جيا يلا أصلينا يا أو كذب وحن ما جنجل يا إلهي وإني لا أستغفر الله إلهي وحن دم داف ويدستا في كل يوم مالك استمية مرة بقولشر حديث كان إمام مسلم بصوص صاري لذلك قفك مؤمن كاه وحا لقود بون إنانو إلهي دم داف كيس مرة كسولين وحان لا يهي ونكو قبا قبين يا ولا ليال درس كان يساقع إلهي هاي دم بركة يو أو رمانتين هاي نغي يلو كوة طوبادة كينا أو إلهي دم بيجيس دم بيقود أغلافة كودي هورا يا كودي دم بيه كودي والدين تي وحان ولا ليال كوكب الجبينة يا مجلس كستو أو أفردان مجلس كستا أو أفردان وحالي نقربا إن إلهي دم دافي ديستان سيدي الرسول كبا صلى الله عليه وسلم أصحاب دو حيليهن من حديث ابن عمر إنا كنا لنعد بالرسول الله للرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبا حنو ترينشري في المجلس الواحد مجلس ساقونا لفرد يونا رشي إنو قلتشرا حالك إنو فرد كدر إيا قبيل إيا مصيب إيا حمان إنو كمشغل صنها مجلس ورسول كنا لفرد يونا تعليمين أيو وحنو ترينشري مية تمرح بقول تشانون إله دو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إلا وإيدا مدافع توبة أقبل أدوه حتى هاي كمحان كل دا توبة دا أقبل الرحمة دا بدن لي السنن كأي حديث كوريي وجزاكم الله خير ودرسي جاني كواد دروس يعني هي إنه كيف تيمين إنه دم بدافع يا أسبابها لقاته سئل هيدم بقى إنه قدر في أعماش اللي نجربه يعني هي لصعدة أو هكهرنا أو دقيستة أو شير قرية جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.